يا ترى ايه هي اغرب قوانين بتخص الاسره الحاكمه في بريطانيا؟ النهارده هنعرف اغرب القوانين الخاصه بملكه بريطانيا، واللي حاليا هيتمتع بالقوانين دي الوريث بتاعها الملك تشارلز. اول حاجه ان الملك والملكه يقدروا يقودوا من غير رخصه، يعني يمشي في اي مكان وفي اي حته في العالم من غير اي رخصه. ثاني حاجه انها تسوق براحتها على السرعه اللي هي عايزاها، يعني لو كسرت الحد الاقصى للسرعه تسوق براحتها عادي. قوانين المرور عموما مش متطبقه عليها عشان هي الملكه بقى. ثالث حاجه انها ما عندهاش جواز سفر، يعني بتسافر اي دوله في العالم من غير جواز سفر. ليه بقى؟ لان هي اللي بتصدر جوازات السفر في المملكه وهي المسؤوله عنها، فبراحتها لانها الملكه برضه. رابع حاجه انها مش ملزمة تدفع اي ضرائب، ولكن الملكه في الحقيقه كانت بتدفع الضرائب تطوعا منها مش اكتر. لا كريمه والله. خامس قانون وده الاغرب على الاطلاق، انها بتمتلك كل الحيوانات البحريه الموجوده في انجلترا، والقانون ده اتطبق من القرن ال13 لحد دلوقتي، يعني مش قانون جديد، يعني كل الحيتان والدلافين وسمك الحفش والخنازير البحريه بتاعتها. وطبعا انت كمواطن لو حبيت تمتلك اي حاجه من الحيوانات دي فده هيعرضك للمساءله القانونيه وممكن كمان يعرضك للعقوبه. سادس حاجه ان هي ليها شاعره شخصيه، يعني تخيل كده تجيب شاعر وتقول له انت مش هتكتب بعد كده غير ليا انا وبس. ده الشاعر مركز الابداع عنده حتى